بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا شروع في تفصيل المواريث التي أجملها الله في الآية السابقة، قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قد ذكر في هذه الآية الكريمة نصيب الأولاد ونصيب الوالدين، الأصول والفروع، لأن القرابة تشتمل على ثلاثة أنواع: أصول أو فروع أو حواشي. وذكر في هذه الآية نوعين، وهما الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع وهم الأولاد وأولاد البنين. وبدأ بنصيب الأولاد فقال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. الله جل وعلا أوصانا بأولادنا، مع ما هو معلوم من شفقة الوالد على ولده، فالله جل وعلا أرحم به من وأرحم بنا من الوالد بولده، ولهذا أوصى الوالدين بأولادهم: يوصيكم الله في أولادكم. والأولاد لفظ يشمل الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بيان ميراثهم إذا اجتمعوا، إذا اجتمع الذكور والإناث من الأولاد وهم في درجة واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال سبحانه: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي إن كان الأولاد إناثا ليس معهن ذكور فلهما الثلث، فلهن الثلثان مما ترك، ما ترك الميت. وقوله فوق اثنتين هذا فيه إشكال، الظاهر الآية الكريمة أنهن لا يستحققن الثلثين إلا إذا كنا ثلاثا فأكثر، في حين أن الثنتين يأخذن الثلثين، وذلك لأنها إذا أخذت البنت الثلث مع أخيها فإن البنتين إذا انفردتا يأخذن الثلثين، فأقل نصيب للبنت هو الثلث، فإذا جاءت معها أخرى فلهما الثلثان. وأيضا جاء في السنة الصحيحة أن للبنتين الثلثان، كما في قصة سعد بن الربيع الذي قتل شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، فأراد أخوه أن يأخذ ماله، فجاءت امرأته تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأخي سعد: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي زوجته الثمن والباقي لك. ف
فأعطى صلى الله عليه وسلم البنتين الثلثين، فدل على أن كلمة فوق لا مفهوم لها، أو أن المراد بها والله أعلم أن للبنات الثلثين مهما كثرنا، مهما كثرنا فوق الثنتين، وأن نصيبهن لا يزيد ولو كثرنا، يكون المراد من قوله أو فائدة قوله فوق اثنتين أي أن لهن الثلثين وإن كنا أكثر من اثنتين إلى ما لا حد له، وتكون السنة بينت نصيب الثنتين. وأيضا القياس على الأختين، قال الله جل وعلا في الأختين: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإذا كانت الأختان يأخذن الثلثين فالبنتان من باب أولى، فلهن ثلثا ما ترك. هذا إذا انفرد البنات، فلهما الثلثان، ثنتين فأكثر، فلهما الثلثان. قال جل وعلا: وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا انفردت بنت واحدة فلها النصف، وذلك بأن لا يكون معها أخوها الذي يعصبها، وليس معها مشارك وهن أخواتها، فإنها تأخذ النصف. إن كانت واحدة فلها النصف. ثم قال جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي لأبيه وأمه، كل واحد منهما له السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا كان للميت ولد ذكر أو أنثى قريبا أو بعيدا فإن للأم السدس وللأب السدس فرضا، وإن بقي شيء بعد الفروض فهو له تعصيب، وإن لم يبق شيء بأن استغرقت الفروض فإنه يقتصر على السدس إن كان له ولد، سواء كان هذا الولد ذكرا أو أنثى أو جماعة من الإناث أو جماعة من الذكور أو جماعة من الإناث والذكور، فللأم السدس، وأما الأب فيأخذ السدس فرضا، وإن بقي شيء بعد الفروض فهو له تعصيب. ثم قال جل وعلا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا انفرد الأبوان فالمال لهما، تأخذ الأم الثلث فرضا والباقي يكون للأب تعصيبا، لأن الله ذكر نصيب الأم ولم يذكر نصيب الأب، فتأخذ الأم الثلث والباقي يكون للأب تعصيبا. لكن هناك مسألة أو مسألتان مشكلتان، وهما إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، فلو أعطيت الأم الثلث مع وجود الزوج فإنها ستزيد على الأب، إذا أخذ الزوج النصف وأخذت الأم الثلث لم يبقى إلا السدس، يكون للأب. والقاعدة المعروفة في الفرائض أن الذكر والأنثى إذا اجتمع في درجة واحدة فإنه إما أن يأخذ الذكر ضعف الأنثيين، وإما أن يتساوي، أما أن تزيد الأنثى عليه فهذا شيء لم يعهد في الفرائض، ويأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين إن شاء الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.